مرحبا. عاد فيروس الانفلونزا الى الواجهه من جديد بعد ما سرق كورونا ومتحورات الاضواء، وصارت العلاجات واللقاحات والوقايه تصب جميعا في محاربه هذا الوباء. لكن الملاحظ ان فيروس الانفلونزا عم بيصيب فئات واسعه من المواطنين، خاصه مع موجات البرد اللي عم يشهدها البلاد. وردنا من عدد كبير من المواطنين معلومات واستفسارات بذات الوقت بتشير الأولى إلى إصابتهم بفيروس عوارضه عم بتكون كتير قوية وشبيهة لعوارض كورونا، ولكن الإصابة ما عم بتكون كورونا. أما الاستفسارات اللي سألت معظمها عن مدى خطورة هذا الفيروس، تتساءل عن سبب جعل من يصاب بها أو بها من يصاب بهذا الفيروس طريح الفراش. كل هذه الأسئلة ننقلها للخبير في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط، الذي ينضم إلينا في هذه الأثناء عبر سكايب. إذن بروفيسور، هل هناك فحص لفيروس الإنفلونزا بحال أتت نتيجة PCR لمن يعاني من عوارض كورونا سلبية؟ وما الفرق أيضا بين الفيروسين لجهة الخطورة؟ يلي عم نشوفه كلنا عمرنا نقول انه الكورونا يشابه الإنفلونزا. في حالات كورونا خاصة بالموجة الحالية مع أوميكرون، مع المتحور أوميكرون، عم نشوف أنه عوارض المرض خاصة عند الملقحين أخذين لقاح واحد أو اثنين، عم نشوفهم أنه عم بتبلش العوارض قبل ما يكون البي سي آر صار إيجابي، يعني قبل ما يتم التشخيص الفيروسي عم بتصير فيه عوارض مشابهة لعوارض الرشح. هل هيدا بيتطلب يعني إلى جانب لقاح المضاد لكورونا انه ياخذ الشخص ايضا لقاح مضاد للانفلونزا، خاصه يعني طبعا الفئات العمريه المتقدمه بالسن؟ ما فيش اي شك انه هيدا لقاح الانفلونزا هو واجب على كل الاشخاص اللي هن اكثر شيء معرضين، وانا شخصيا بقول لك انه واجب، لازم كل الناس يتلقحوا للانفلونزا كل سنه حتى يقدروا يحموا، يعني مش بس انا بدي انه هو الكبير بالسن او اللي عنده معرض اكثر من غيره. انه نعم، انا اشكرك على هذه المعلومات، الاخصائي في الامراض الجرثوميه البروفيسور جاك مخبط. الوقايه من الانفلونزا تضاف الى الوقايه من كورونا، وكل ذلك خير من الطبيب والدواء والمستشفى يلي ما بقى متاحين بسهوله.